أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح ساينوفاك، على أن يتم توريد أول مليون جرعة في المراكز الطبية بدءا من الغد. وخلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات لقاحات كورونا، أكدت الوزيرة أن اللقاح المصري يقلل نسبة دخول المريض إلى المستشفى بنسبة 90%. تم إنتاج، إحنا دلوقتي ما عندنا إنتاج ل 15 مليون جرعة من فاكسيرا ساينوفاك. بدء توريد اللقاحات اللي تم تصنيعها، أول مليون جرعة هيتم توريدها لمراكز اللقاحات ابتداء من الغد في جميع المحافظات. الطاقة الإنتاجية لفاكسيرا ساينوفاك من 15 مليون ل 18.5 مليون جرعة شهرياً، وده طبعا هيحل مشكله كبيره جدا في مجال توفير اللقاحات. زي ما انتم شايفين التحدي الكبير في توفير اللقاحات اللي هو مش ملوش علاقه بتوفر الفلوس قد ما قدره التصنيع في العالم كله محدوده للغايه، و10 دول في العالم قدرت انها تاخد 80% من الانتاج العالمي.